سيعرقل متخلصات الهيئة تحت تأثير الأطراف الخارجية قبل كل شيء تركيا. وعن الدعم الروسي للرئيس السوري أوضح لافروف أن الرئيس الأسد ليس حليفا لروسيا، فنحن ندعمه في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الدولة السورية، لكنه ليس حليفنا مثلما تركيا حليف للولايات المتحدة. وإذا اعتبر أن الظروف لم تنضج بعد للحوار المباشر خلال المباحثات السورية المقررة في أيار مايو، رجح لافروف عقد اجتماع الوزاري للمجموعة الدولية خلال الأسبوع المقبل بهدف الرئيس النظر في من وكيف تنفذ